السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الداخلة اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: كيس بتسعين قرش سيجعل عظامك قوية كالفولاذ. هذا الكيس ذو تركيبة فريدة، فلنستعرض تركيبته أولا ثم نستعرض خصائصه المميزة والفريدة جدا. ماذا يحتوي هذا الكيس؟ كالسيوم، فيتامين دي 3 أو كوليكالسيفيرول، أيضا فيتامين سي، دي تركيبته. طب ما هي خصائصه الفريدة؟ الكيس ده أو الكالسيوم موجود في صورة حبيبات فوارة، بمجرد أن تذوب في الماء تتحول إلى جزيئات ذائبة متأينة. شايفين؟ جزيئات وذائبة ومتأينة وصغيرة الحجم، حجم الجزيئات صغير جدا. كل ده عشان أضمن إيه؟ عشان أضمن سرعة الذوبان والامتصاص. طيب إيه الخاصية التانية؟ إن الكالسيوم لا يرسب، لا يمتص ولا يرسب على العظام، لا يستفيد منه الجسد غير في وجود توأمه وشقيقه وحبيبه اللي هو مين؟ فيتامين دي. لذلك موجود فيتامين دي 3 أو الكوليكالسيفيرول علشان أضمن امتصاص وترسيب الكالسيوم على العظام. تمام. موجود تاني فيتامين سي في الكيس. فيتامين سي له دور مهم في رفع المناعة ومقاومة جميع الأمراض والمشاركة في كل الأنشطة الحيوية في الجسم. لكن دوره هنا بيعمل إيه؟ أول ما بيلاقي الكالسيوم الذائب المتأين بيقف يقول له تعالى هنا حبيبي، يحميه، يقول له أنت خلاص أنت في حمايتي. يحميه من إيه؟ يحميه إن هو يتحد مع الفايتك أسيد الملعون أو الفوسفات. دول لو مسكوا في الكالسيوم، الكالسيوم هيترسب، الجسم مش هيستفيد بيه وهيطلع في البراز. لكن فيتامين سي حوط على جزء الكالسيوم الذائب المتأين وحمام الاتحاد بالفايتيك أسيد وبالفوسفات، فضمن ان هو يفضل ذائب عشان الجسم يمتصه. شايفين المميزات؟ ده طبعا بخلاف ان الفوار اصلا صورته كفوار يجعله سريع الذوبان وسريع الامتصاص. طيب نشوف المنتج. كالسيوم فوار سريع الذوبان، انتاج شركة سيديكو، الصرح المصري الوطني العملاق وبكل جدارة. انجلش كالسيوم ايفرفيسنت انستنت. طيب ما هو سعر هذا الكيس؟ قلناه في بدايه الفيديو 90 قرش، فلنتحقق منه. شو ميزا برايس؟ اوكي اهو، العلبه سعرها 9 جنيه، يعني سعر الكيس 90 قرش. واحد هيقول لي المنتج ده مش موجود. لا موجود، ودليلي اهو تشغيله جديده 9/2019 9/2022، وأنا لا أرفع أي منتج إلا حين أتحقق إن هو موجود ومتوفر في مصر. طبعا بعد الفيديو المنتج بيتمسح تماما، لكن حاليا متوفر، أي حد عايز عربيات نقل يجي يشرفني. تمام. كالسيوم سيديكو، كالسيوم سيديكو جرعته إيه؟ كيس أو كيسين يوميا، يعني كيس مرتين يوميا لمدة شهر. الحوامل مهم بالنسبة لهم أو الكيس ده، بس أهم حاجة تعدي الثلاث شهور الأولانيين أو الفيرست تريمستر. طيب من هي الفئات المحظورة من تناول هذا الكالسيوم؟ أي حد عنده مشكلة في القلب، مشكلة في الكلى، مشكلة في الكبد، أي حد بيذبح حمية غذائية ما يكونش فيها ملح طعام لا يتناول هذا الكيس على الإطلاق.
ولا يؤخذ أو يتناول الدواء إلا بإرشاد ومتابعة السادة الأطباء. لا نغفل دور الأطباء. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجت أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل، وشكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.